السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمام أحد النباتات الجبلية، لكن شوفوا معايا، سبحان الله. طبعا هذه ثمرتها، ولكن شوفوا الحشرات الحمراء اللي عليها، سبحان الله. يسمى هذا النبات بنبات الغلقة، أو البعض يسمي العطنة أو العونة، له أسماء كثيرة. وهذا النبات هو نفسه اللي كانوا يستخدموه الأولين في دبغ الجلود، أي إزالة الشعر من الجلود، ونحن شوابنا يسموه الغلقة. وللعلم أن النبتة إذا لمسناها أو جرحناها تطلع مادة لبنية مثل الحليب.